السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان دا ودياشينا شرفتا يقيمها لين ملو الباد عالم كاد نقدا ونيسان كسو دا وادا وراركي وغو دنبيي اي ودن كاني بريتان مانتو اي تاريخ دو تاهي لحدا بيشت دباد سنة كاني لابدا كون ايو لابا إلابا تنكا اسلام الكاسنا لميدا تدبادا بيشت دل حاج اي سنة كاني سنة كوني افر بخل اي افرتن اي سده داوديال سيدا اد لا سوتان سياسدا ودن كان بريتان ايا افر الى باتن كيسا عدودي او دنبيي ادي اد اي او كعسنيد كدب مركي حوغياه غود اي وساردا ماليهدا اي ودن كان بريتان اي حوغياه غود اي وساردا عافيماتكا اي شقبا اي كتغير مالنتي شلي اسلا ماركاسنا اي كينتي ان مودنيال بدن او بارلمانكا ودن كان بريتان الى امانتا افرتن اي لابو مودن بارلمان اي حلكا أي كدقين إسلامك السنة كترسن أو كلية حزبها كونسرفاتيفكا أي ودن كان بريتان وأرميها أرنتنا أي واحد مودا إن أي سيك عليك كدب مركي ورئيسي للاي شيء رئيس الوزارة ودن كان بريتان إسلامك السنة أي ليشن قديك برلمانتيريا ذا أي ودن كان إنجليزكا ونشاعة كخاذي إن أوسن حلكة أوسن إسكا عسلين انتا سنة أي كنتي إن قار كم ده قوليه سوسيرا ذا شل دق دقا إسكوي ماذا ما أنت مركا أي تاريخ ذو أهيد لحدي قلب نمو إسلامك السنة قار كم ده قوله وسيرا ذا أي كعد سدين بورس جونسون إن أو حلكة أو إسكا قتغو تاسنا اي كنتي ان او مركاسي شقدي او كوايو حوغيها قود اي دنكا قريها قابل سنا اي لغو مقعابو مايكل غوف تاسنا اي رونتي اي سير كورديسي اوليسكي بوريس جونسون اسلا مركاسي نهاتن الا اي افرتن اي لب ام بي اما مدنياشا بارلمانكا اي حلكا اسكا قتغين حديث قرر هذا إكتو حالة رئيس الوزراء ودن كان بريطان أي واحد مودا إن أي أقاب إكتهاي عليس كي ودن كمريكا ككدع حلي دونالد ترامب حلك مركز لدوني إن أو كورهجيو حزب الديمقراطي أي ودن كاس أوتاليا بوريس جونسون أي مودا إن أد أديجي ترامب أو لها أو كله إن أو لصو شرطه إسلام مركزنا قف على خوفكي أما قوله وسيرة قفكي كسور جيستا او شقذا او بلاوي ان او كعيريو اين او قدن بيسيس دقيقة كهر ان او شقذا او كوايو نين اها ساحيبك او قدوا حيليجي اي مركاسي دولة دا ودن كان بريتن رفرندم كلاسميني اي او بوريس جونسون او اها نينك كليا اي او قدوا او رنتي اها نين اد افتان او اها بلشدا ودن كان انجريسكا كدابعيي ان او ركمدو اي قارد يوروب لاقبحو مايكل غروف أي وحقه يهي نين صبرت لنك الشرعية ذا إسلام مركز سنة أهدي أهد أعاونا يهي بوريس جونسون كا ودا كان إنجليس كا أو رونتي أهد مودو إن دون تيسو أي أو إكتهي إن أي يرد دغيسو إسلام مركز سنة لا فيلا يو إن قدiga لغو مقعابو 1922 أي مانتا أي شاعة كخادين إن أي إسكوغو إمان دونان ستمان كفود دونو سهيا سي أي مركزي الدورة شكل أو حسبيغا كونسرفاتيفكا قديسا مركز الدولة دا أي كعد سلام تاسنا أي أبضان تهي إن بوريس جونسون وحلكا سيدرس وكوين دونو ما دام أغيران أفرتن إلا بو حسبيغي سكمدا أي مانتا شخادة أي إسكاقتغين هل بالكور أي إهيد مركي قديقا سي 1922 أي ودن كان إنجريسكا أي كل واقين إن مركز الأدلوق هذا رئيس الوزارة ودن كان بريتان إي قلوين كي كسهر جيدي مركي وعضين تاسيد عدي أي اللبا بخل إي كو إي طوان عضوحا كو قوليستي بورن جونسون هل كان قلوين كي كسهر جيدا أي هلين أفر بخلي أفرتن إي سديد عضوط وحانا لوكو قوليستي أما أو مركز أو كو قوليستي إرهاد إيه بورن جونسون إلا إي لحذن إي السد عض وحد مودا إلا إيو أفرتن إي سدح وهاتن أي مريس قلويك إنت هاد أوركا إدين وذي أياد مودا أفرتن إي سدح إن بي إني قارن تاسنا أي مركز وإكتهي إنو عدبادن ودومن دونو مالما فودن وغسوهاي بوريس جونسون هدي كومي تيغاسي أي مركز شركاسي أي يشان لنقو آميو إن دولة دا ودا كان بريتان سيبي حسبيغا كونسان ارتفع أي عدك أي كلان وخدان رئيس الوزراء ودن كان بريتان ودن كو حو اهدي دونا الكشن اما دورا شو تاسو مركز سفدودين دونتا ان حسبيغا ليبر كو اد مودو مالمهي او قدن بي انو اهدي اد او كاقعد عدا حسبيغا كونسرفاتيفكا
أي مركز أفضل دان دونتو إن أي ودن كوغان كيسا أي نوريغان ولو حسبية دا كالي سيب حسبية ليبرال ديمقراطي ويهي حسبية كالي أي مركز عليس كوين وكاقة إيمانة يو حسبية كونسرفتفكا مالمي أقدم بيهي بوستس بادن أو مركز عدين لو سمييي أي كوغوليستان حسبية ليبركا إيا ليبرال ديمقراطي رمتي آدي آد أيو أدكان دونتا حالة دا سياسة دا أي ودن كان بريتان أفر إلا باتنك ساعدة دا يفوت دا نوكسا هيا بورن جونسون آد مودو إنو عليسكو أو كوكر ديو حالة دا ودن كان آد مودو إني آدي أو آدكتا هيا إسلا مركاسنا بلشا دا ودن كان بريتان قارب بادن أو كميدا إسلا مركاسنا حسبيغا كونسانا تفكا هرق أو تاقير جري أيا وحا أي مركاسي أي هاتر آد مودا إن أي كني يجبين بلمدي iya beenti aad ku tirada badnayd ee markaas ra'iisul wasaaraha waddanka Britain oo bulshadiisa u gudbiyay tii ugu darnayd waxa ahayd xilligii covid ka uu jiray oo programo badan ama xaflado badan ay ku sameysanayeen xafiiska looga arimiyo waddanka Britain iyadoo markii hore uu dafiray laakiin markii dambe markii sawirada la soo bandhigay ay dhacday in Boris Johnson uu qirto taasina ay keento in la ganaaxo tan ugu daran oo markaasi Boris Johnson fadhaxad weyn u keento waxa ahayd nin ka mid ah odayaasha baarlamaanka ee waddanka Ingiriiska oo markaasi fadhaxad sameeyay sabdiga aynu soo dhaafnay isagoo markaasi gacma gacmeeyay rag ka mid ah iyagana isla xisbiga Conservative-ka dacwadoodana ay saxaafadda ay gaartay waddanka Ingiriiska oo kula nahayna saxaafaddu waxaad moodaa inay tahay awoodda runtii ugu daran ee markaasi qof siyaasi ah xilka ka qaadi karta siyaasadda waddanka Ingiriiska ayaa cakiran sida ay wax isku bedelaan wararkani wararka xiga ayaan idinkugu soo gudbin doonaa dawadiyal wararkii habeenkii xalay aan idiin soo gudbiyay ayaa waxaa ka mid ahaa in maalmaha fowdan ugu soo hayay ka mid tahay maalmo aad u khayr badan isla markaasina maalinta birita oo khamiista ah iyo jimcada dadka ay soomayaan dadka qaarkood ayaa iyagana waxa ay soomayaan maalinta jimcada oo keliya arrintaas oo dood badan runtii ka timid isla markaasina su'aalo badan na soo gaaray ayaa culimada qaarkood waxaan isku daynay in aan wareysi toos ah ula yeelano si ay markaasi arrintani ay noogu caddeeyaan culimadu waxay isku afgarteen laba wadaadada sida ay qof waliba u sheegay qofkii markaasi maalinta khamiista ku darsanay inuu soomo in uu ajirkaasi uu leeyahay qofkii jimcada ku adkaysana isagana inuu ajirkaasi uu leeyahay jimcada waa maalinta carafaadka qof waliba oo muslimna way aad u qurux badan tahay inaad soomto ajirkeeda ayaa waxaa la yiri in ilaah subxaanahu watacaala uu naarta ummadda uu ka xareynayo isla markaasna isku daya qofkii awooda maalinta birita inuu iska soomo qofka kalena sida culimada qaarkood ay leeyihiin labaduba ay bannaan tahay khamiistan waa soomi kartaa jimcadana waa soomi kartaa maadaama ay carafaad ay tahay su-aashaasi jawaabteed halkaas ayaan kaga baxaya aniga oo gudbiya arrimaha bulshada ee waddankan Ingiriiska iyo sicir bararka aadka u ba'an ee waddankani ka taagan ayaad waxaad moodaa in xaaladda nolosha ee waddankani aad iyo aad u cuslaatay dadka shaqaalaha waddankani joogana habka ay markaas u shaqayn jireen in lacag ay qaadan jireen weli ay sidooda ay tahay laakiinse aad moodo wax alaala waxa aad soo iibsanayso inuu cirkaas isku shareeray dowladda waddankani Britain wax sidaasi kama qaban karto maadaama xaaladda dhaqaalaha caalamka ay iskaga mid yihiin arrintan ayaa markaas waxa ay culays weyn ay ku sii kordhisay bulshada ku nool waddankani oo caruur badan qaarkood leh isla markaasna shoobinka ama raashinka la doonanayo uu cirka isku shareedayo reeraha qaarkood ayaa waxa ay bilaabeen in korontadi ay isticmaali jireen ay yareeyaan reeraha qaarkood waxa ay bilaabeen in sida ay markaasi shoobinka u samayn jireen ay wax weyn ay ka bedelaan si ay markaasi at least ay lacagaha biilasha ay iskaga kala yareeyaan sidoo kale muddooyinkii dambe ayaa waxaa jirta in konsolada qaarkood ay dadka u soo diraan lacago badan oo markaasi dadka laga dhaadhicinayo in xilligii covidka uu jiray ay dadkaasi lacago badan ama overpayment la siiyey arrintaas oo ah caqabad badan oo soomaali badan oo ku nool waddankan Ingiriiska runtii la soo gudboonaatay isla markaasna aanan awood u lahayn qof ka difaaca ama hay-ad si gaar ah kaga difaacda qofka marka lacagahaas aadka u tirada badan lagu soo yeesho hooyooyin badan iyo waalid badan ayaa arrintan runtii aad kaga cabanaya raggii ugu indhaha furnaa ayaa runtii waxay la gaareen inay consulka ay la doodaan laakiinse aakhirkii lagu khasbay in lacago badan xitaa hadday lacago ka gooyeen
إن لعجيه كله يصير أي مركز سوء أودان أي لعجت ودي بقى قف ولا بوا إنه سجّر سكجة إجا لعجيه سوق لي سوق شيء حلي كوفيد كوجي قبل سفلا أدهات مثل عجاك كل يونيفرسال كريد أدهات لعجيه كسوق شيء ورقده هداد إسكتورتو رنت وحكو أتكن دونتا إن الدولة دلّد دود أو المركز كذا بعيسو إن لقى خلدينها لكن أنت بدن سامالي ده ودن كان إنجليز كونول ورخذها مالين تا لوصو درا مالين تكو حكتو حلقي يابا إن قشن كالو درا تا سنة أي كنتي إن لعقاد أترى بدن سامالي ده لغو يشو مال أي كغب حسدان أم هاي أدفع لنا أي سنقبين أين خصب كتاي إن لعقاها سي أي دادك أي ديبان أنا ما هكلا أو رنتي أن ربي إن عن إشا أن يرسار وحاكم ده لما تذات ننكا عرورة الصومالي ده أي واحد مودا إن غيرها الصومالي ده أي آدي آدي أرنتاني وساميسي فهذا بدن الصومالي أي وحي آدي كاقا عبانا يعني عرورة ودن كان بريتم كل التي ده دو ده سري دون طبع هاتي عرورة تاني أو رنتي كل شيء سيك فريئة أما نولول آدي آد وقفيفة وأنا عليس بدن أنا جنن أي وحاي كنتي حلي يذا إي مركزي إلى إي شن إي طبن سنة إي سو قارن إن دبع عيدو هو ذي آد اسكو بدش تاسن أي كنتو إن أي أقبض وين أي صور حق الشو والدكي إي عرورتي إنت بدن عرورت الصومالي ذا أي وحاي إيه كو وحبر شد إسكاقتاقة حلي قي إتحانة ذا جي سيس إيه أي كود عام تاسن أي كنتو إن ويلكي أما قبل إي قورج إي اسكا جوغان أقبض أقوين هاتن جرتن وحيو عرورتي دأدو دأد بأكورن حليجي علاد الصومالي كد على إلى هذا الصدني أنت صعي جرتال إسلام مركزنا عرور بدن أو يورب كل شيء دأدو الصد للشر إلا بعد تنصنا يو كوح كوين هاتن إجاريسا عرورت أنتو إله بدبالي مهنا عرورت أنتو ذك لو حلا غيابة إني وجريه جوجان إسلام مركزنا والدكو علي سوين وساري هاي arimaha noocaas sida loogu bixi karo aad buu adag tahay cunugii lagu soo koriyay way aad u fudud oo xurnimo zaad la siiyay waxbarashada xitaa haduu iskuulka uu ka hara loo fududeeyay taas waxa ay keentay in caruurtii weynaanta waa arinta aan mar walba aan ka hadlayna oo heed caruurta intay da'yar yihiin in ay GCSE gooda iyo imtixaanada sadka laga qaado isha lagu hayo laakiinse maadaama waalidkii Soomaalidu ay xiligaas ay fududaysteen أين كانت إن عرورت إكوكرا نولول رنتي قيالي أو رنتي أنا لو بهاني نولول رنتي ويلك أما قبدا وحي أباهاتو لو إيبيني أي وحي كانت إن عرورتي حيليغي أي سوي نادين أي لجان قادي وايان عرورتي كالي أو أي مركز وحبرشادة أي ودد ميين أو ودن كان إنجريسك أي إسلانولايين عرورتي قاركود وحادي عكرتا إن مركزي ميل أي وحكي قبتان أي غير الأسيهين hoyooyin badan ayaa inta badan waxay isku dayaan in xilli wiilka ama gabadha ay yar koreen ay wax barasho ay u jeediyaan wiilkii GCSE ga ama A level ka imtixaanka iskuulka college ka iskaga tagay isagoo 20 jir ah hadda aad buu adag tahay in aad apprenticeship aad u dirtaan ama uu idinka ogolaado waayo waxa uu bartay nolol aad u fudud oo ah in uu sirirtiisa jiifto qadadiisa quraacdiisa cashadiisa uu helo isla markaasna wax alaal wixii uu nolosha u baahan yahay oo banaanka uu ka sameysan karo waalidka ayaa muddaan fikirku ku batay balad barashka ayaa batay laakiin xaalad ay wax ka qaban karaan ma kubi tageen way ma tageen laakiin kuba aad ku yar yar fadlan isku daya in caruurtaasi wax barashadooda lagu dadaalo siiba xilliga ay imtixaanada GCSE ga ay diyaar ama dugsiga sare ay madaxa la soo galaan da'dooda marka ay tahay 11 sano caruurta waddanka ingiriiska ku dhalata ayaa waxaa la doonayaa marka ay 21 sano ay da'dooda ay tahay in ay jaamacadaha ay dhameeyaan haddii aad aragto cunug 22 ilaa 23 da'diisu ay tahay UK na ku dhashay isla markaasna jaamacad aan dhameeyin taas macnaheedu waxa weeye in uu waxbarashada qayb ka mid ah uu ku soo dhacay ayna adag tahay in uu la jaanqaado caruurtii kale ee 21 sano BA degreega ku qaadanayay isla markaasna u gudbayay in ay master degree ama PhD ay waddankan ay ka bilaabaan ilaah subxaana wa tacaala waxaan ka baryayna in caruurta soomaaliyeed oo runtii culays badan uu waalidku u haatan uu ku batay inuu culayskaasi waalidiinta ilaahay uu ka qaado ilaah subxaana wa tacaala waxaan ka baryayna in caruurta intii qaldanna inuu ilaah subxaana wa tacaala jidkii wanaagsana oo ilaahay tuso ilaah subxaana wa tacaala waxa uu baryayna in awlaad baar uu ka dhigo isla markaasina ay noo noqdaan naxariista aan u hayno kuwa iyagana markaasi noo haya ما دام الوجر مال ما آدي آد وخير بدن فضلا دعاده هلوود دال الدتك انت دباتي سن انو اله دباتتك خاضو هلوود دعيستو ان استغفارك اللب بديو السي وإله سبحانه وتعالى وكود
إن مركزي إسكو ديا إن إنترنت كا إنتا بادن لغو جرا لا يرايا تسبيح على بادي ربي لا توغو ما لنتا بريتو دادك أهلو خير كا إلهي وقسا إن أي حاج كا إي تغان وحاي أقورا يان مغالا دا منا إسلا مركزينا ما لنتا طبنا أي سغالات كا وحي آدا يان غوبتا عرفات كا هبين كان وحي أكسو هو ينا يان تولاد آد كو إير إيه لغو مغعاوة مزدلفة كدبنا مالنت عيدة ومالنت قف ولبا وعيد سردونه ومالنت جمعة ذا إلهي سبحانه وتعالى أنت حجيدة هي ذو حجك آدي إلهي حجك أفوذي أنت آدينا مالنت سقالاتك وإسكودي إنا صمتان وردي قبضيسان فيسبوك إسناد جبك تيك توك أنت صوتن مالنت سقالاتك إسكودي إنا تكنستان وساعدك ليا والظهر إلا إيو مغرب أنت أولي حيسر حيني قاسو كليا هذا دمو بالك تسكد ميسو استغفارك بريسو إلهي آت كتوكتو إن أو نارت أو كاحرية إلهي وحي إلا تهيمالها إن أو نارت أو نغو حرية عاسكو دينا أولا ليا مالينتا سيالاتك إن خوفو لبا أو صومو إسلام مركاسنا أصحاب تهذا كبوري يعرور تبا إني مالينتا السومان وركو ود كان بريتن مانتو اي تاريخ دو تاي لحدا بيش تضباد اي سند كاني لبدا كون اي لبا اي لبا تنكا هل كاس اي يوكسو قبا قبين اي وركا ود كان بريتن او رنتي اهدو عاكرا وحان اسكو دي دونا افر اي لبا تنكا ساعدد اي فود نوكسو هاي هدو الهي نفتا موسيمو ان ان ادينسو قد بن دونو واني غو سالم دورا وحان اسكو نفنا وهو بلا توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.